من كتر ما هو فاتح شبيهم الغبار، وفيها اتنين
نيوكليونس. يبقى دي كانت النيوكليس بتاعتها ضاق واتنين نيوكليونس، ودي النيوكليس بتاعتها فين؟ وفيها اتنين نيوكليونس برضه. لكن الوحيده اللي ليها فين نيوكليس هي الفين تايب ايه اللي بيقولوا عليها ده داست كروماتين. يعني ايه داست كروماتين؟ الكروماتين بتاعها عامل زي الغبار كده. النيوكليس اتفقنا ان النيوكليس بتاعتنا برضه هتبقى ايه؟ دار
طب بص كده، قال لك الخليه دي هي اول واحده تفتتح عمليه الميوزيس. اللي قبلها كلهم عمالين يعملوا ايه؟ ميتوزيس 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 ويتفرقوا. مالهمش دعوه خالص بالفورميشن اوف ذا سبير. مين اول واحده كلهم استنوا وهنبتدي بقى الميوزيس عشان عايزين نعمل سبير؟ اول واحده اسمها فايبر سبيرتوسايت. تدخل في اول مرحله من الميوزيس اللي اسمها فيرست ميوتيك ديفيجن. يعني ايه؟ ان انقسام الميوزي الاول هي دي. اول احفظها كده، برايمري فيرست مايوتيك ديفيجن، برايمري سبرماتوسايت بتدخل فيرست مايوتيك ديفيجن. تدخل ايه؟ فيرست مايوتيك ديفيجن. الانقسام الميوزي الاول. ايه مراحل الانقسام الميوزي الاول لما خدناها السنه اللي فاتت؟ كانت بروفيز، ميتافيز، انافيز، تيلوفيز. بيقول لك يا جماعه الخلية دي لما تبتدي تدخل ميوزيس كل شوية لما ييجوا يبصوا على واحدة من البرايمري سبرماتوسايتس يلاقي البرايمري سبرماتوسايت دي يا جماعة يلاقيها في مرحلة من مراحل الانقسام الميوزي، يا إما واحدة منهم مثلا دي في البروفيز والثانية في الميتافيز والثالثة في الأنافيز وهكذا. في المراحل بتاعت انقسام الخلايا في البروفيز بتبقى الكروموزومز مفروده كده وطويله، في الميتافيز الكروموزومز اقصر وعامله كده، في الانافيز الكروموزومز ابتدت تنفصل وهكذا. بيقولوا عن ايه؟ منظر الكروموزومز اللي جوه النيوكليس فيها ديفرنت ستيجز اوف كويلنج. يعني ايه ديفرنت ستيجز اوف كويلنج؟ يعني كروموزومات ملفوفه لفات، يا اما مفروده خالص زي البروفيز، يا اما سميكه زي الكروموزومز بتاعت الميتافيز، يا اما ابتدت تنفصل زي الانافيز. اسمي مراحل الانقسام لما اشوف الكروموزوم باشكال مختلفه اقول عليها different stages of biology. اقول عليها ايه؟ different. اول ما يبصوا على كروموزومات تحت على خلايا تحت الميكروسكوب تلاقي واحده مفضصه قد كده وتجي لك في الداتا شو يشاور عليها ايه دي؟ الكبيره برايمري سبرماتوسايت. مين؟ طب ونعرفها ازاي تاني؟ لو دققت في النيوكليس بتاعتها تلاقي الكروموزومات باشكال مختلفه، في واحده منهم النيوكليس بتاعتها الكروموزومز عامله كده. واحده ثانيه النيوكليس بتاعتها الكروموزومز بقى عامله كده، مكركعه اكتر كده، وهكذا. يقولوا على شكل الكروموزومات المختلفه في الاشكال دي different stages of life. طب وايه اكتر مرحله في الاربعه تحبها؟ قال لك مش بمزاجي، ما احنا ما بنحبش بمزاجنا. قال لك ما هو ايه؟ في البروفيز لقوا ان الخليه دي تفضل قاعده في البروفيز 22 يوم. طب والميتافيز بيكلموا لك في يوم، طب والانافيز نص ساعه، طب والتيلوفيز اخر ساعتين. فقال لك ايه؟ بيتكلموا الباقيين، ما القعده في البروفيز كام يوم؟ 22. للاستياء فقط لما نيجي نصور تيشو في تسكس ونصوره تحت الميكروسكوب دايما وابدا تلاقي السبرماتوسايت البرايمري في انهي مرحله؟ البروفيز. في البروفيز. ليه؟ لان دايما قاعده في البروفيز فتره ايه؟ واحد يقول يعني عمرنا ما نشوفه في الميتافيز. اقول لك لا يا حبيبي هتشوف، بس بقول لك دايما لو بعدت 1000 سبرماتوسايت برايمري سبرماتوسايت الاقي 900 منهم قاعدين في البروفيز لان جابوا 22 يوم، وال 100 الباقيين قاعدين فين؟ يا اما ميتافيز يا انافيز يا تيلوفيز. ليه؟ المراحل الثانيه بتاخد ساعات قليله، لكن البروفيز ياخد كام يوم؟ 22 يوم. يبقى يقول لك كده يوجوالي تستيكيولار سكشنز. السبرماتوسايتس البرايمري ابير ان تستيكيولار سكشن ان بروفيز اوف ذا فيرست مايتيك ديفيجن بيكوز ات لاست 22 دايز. خلاص؟ يبقى البرايمري سبرماتوسايت هي انت حبيتها ليه؟ الفيرست اول واحده تكون فيرست مايتيك ديفيجن، اول واحده تفتتح المايتيك ديفيجن، اول واحده تبتدي كلمه مايوزيس. تقول لهم يلا يا جماعه نعمل مايوزيس اول واحده واحفظها كده، برايمري سبرماتوسايت فيرست مايتيك ديفيجن. تاني حاجه تحبها ليه؟ اكبرهم حجما كبيره 18 مايوزيس. تحبها ليه؟ اصل الكروموزوم فيها ان ديفرنت ستيجز اوف كويلنج. طب ودايما تحب تشوفها فين؟ قال لك في البروفيز اوف ذا فيرست مايتيك ديفيجن بيكوز ات لاست 22 دايز. خلاص؟ دخل البرايمري سبرماتوسايت جواها كام كروموزوم لسه ستيل سنه؟ 22 سوري 46 كروموزوم لسه. لسه جواها كام؟
ده ورق بتكتب نمبر اوف كروموزومز. طب كملي يا جماعه، كملي الفيرست مايتيك ديفيجن. لما تخلص الفيرست مايتيك ديفيجن تتحول لخليه فيري سمول اسمها سكندري سبرماتوسايت. ومن اسمها كده السكندري سبرماتوسايت نوصفها هتبقى سمول سيل ونيوكليس، حتى لو الكتاب ما قالش على طول شكلها ايه؟ دارك نيوكليس. واتفقنا سكندري يعني هتدخل ايه؟ سكند مايوتيك ديفيجن، هتدخل ايه؟ سكند مايوتيك ديفيجن. جواها كام كروموسوم بعد ما طلعت من الفيرست مايوتيك ديفيجن بتاع البرايمري سبرماتوسايت؟ هي جواها في المرحله دي 23 كروموسوم. جواها كام كروموسوم؟ 23 كروموسوم. يبقى يسألك كده في الامتحان، مين اللي بتدخل السكند مايوتيك ديفيجن؟ واحده اسمها ايه؟ سكند سبرماتوسايت. ولو سألتك كده جواها كام كروموسوم؟ 23 كروموسوم. بيقول لك ايه؟ ما بنشوفهاش خالص. اذا كنا دايما نشوف الحلوه الكربوزه دي مش هنشوفها تقريبا خالص. واحد يقول لي ليه؟ يقول لك مكتوب في الكتاب عشان هي شورت ليفد سيلز. كلمه شورت ليفد يعني ايه؟ يعني بتموت بسرعه، صح؟ لا تتحول اللي بعدها بسرعه. حياتها ليست قصيره، بل هي حياتها بتنتهي بان هي تدخل سكند مايتيك ديفيجن وذن وان اور. يعني بتاع ده قد ايه؟ ما بين الفيرست مايتيك ديفيجن والسكند مايتيك ديفيجن هي ساعه على طول، داخله على طول سكند مايتيك ديفيجن اللي بعديها. ما كملتش فيه وقت طويل وتحولت للخليه التاليه ليها اللي اسمها سبرماتيد. اسمها ايه؟ سبرماتيد. اسمها ايه؟ سبرماتيد. اسمها ايه؟ سبرماتيد. اسمها ايه؟ سبرماتيد. يبقى انا يا جماعه هقولها كده تاني، يبقى نمبر 1 انا عندي خليه بتدخل الفيرست مايتيك ديفيجن اسمها برايمري سبرماتوسايت، وخليه تدخل السكند مايتيك ديفيجن ويبقى اسمها سكندري سبرماتوسايت. واحده كبيره هي البرايمري، واحده صغنونه هي السكندري، واحده فيها دبل نمبر اوف كروموزوم هي البرايمري، واحده فيها هاف نمبر اوف كروموزوم اللي هم 23 كروموزوم هي السكندري. طب واحده منهم دايما الاقيها واعدالي وفي البروفيز اوف ذا فيرست مايتيك ديفيجن، والتانية تقريبا مش عارفه اشوفها خالص. ليه مش هنعرف نشوفها؟ قال لان هي بتتحول للخليه التاليه ليها على طول اللي اسمها السبرماتين. اللي اسمها ايه؟ السبرماتين. دايما وابدا اقول للعيال لما يجي لك امتحان انت شوف اياك تشاور على اي واحده وتكتب عليها في الامتحان سكند سبرماتوسايت. خليها من التفكير. امال دايما تفكر فيها برايمري سبرماتوسايت. يا سبرماتوجونيا يا برايمري سبرماتوسايت يا سبرم بجد يعني ايه؟ لكن سكند سبرماتوسايت شيلها تقريبا من تفكيرك خالص. ليه؟ ما بيجيبهاش. اتفقنا؟ يبقى نحفظ الاثنين دول مع بعض. لو ده بقى الدلع كله في الام سي كيو، يعني لما يحب يدلع حضرتك في الام سي كيو يجي يقول لك ايه؟ مين اول واحده تدخل فيرست مايتيك ديفيجن؟ طب مين تدخل سكند مايتيك ديفيجن؟ طب مين جواها دبل نمبر اوف كروموزوم؟ طب مين جواها هاف نمبر اوف كروموزوم؟ مين اللي بيشوفها على طول ومين اللي مش هيشوفها خالص؟ هو يسالك الاسئله دي في الام سي كيو. التيبل دي بتبقى صعبه اللي هي البرايمري والسكندري. او يعني احفظ السكندري والبرايمري والسكندري. تحسوا دي يا بنتي كل ده تبع علمي سؤال كبير اسمه سيمينيتا ستريبيو ابتدينا نحصل ده. هتكتبوه في الاخر مستعجلين. طيب الخليه اللي بعد كده اسمها ايه؟ لا مش عايز كلام بقى. اللي بعد كده اسمها سبرماتيد. السبرماتيد اللي هي دي فيري سمول سيل. السيل دي 7 8 مايكرونز بس. سمول سيل ليها سمول دارك نيوكليس. تاني انا ما بقولش حاجه جديده، انا اتفقت ان كلهم اي ما تشوف نيوكليس الزرعه ضعف. وبعدين ما عدا التيل بس، التيل تايب ايه اللي خلينا تيل نيوكليس؟ دارك تايب. لكن كلهم دارك نيوكليس. ليها دارك ايه؟ نيوكليس. ايه؟ السبرماتيد ده حجمه قد ايه؟ 7 ل 8 مايكرون. واحد يقول لي هو السبرماتيد ده هو السبرم؟ اقول لك لا. امال ايه؟ يقول لك لحد كده مفيش انقسامات، احنا خلصنا سكند مايكرون ديفيجن. ازاي احول الاسبرماتين اللي شكله رفيع كده ومصور لسبرم شكله حلو كده امور كده؟ ازاي؟ احوله ليه؟ قال لك مجرد بس نعدل في شكله. اغير في المورفولوجي بتاعه من كوره ملهاش اي معلامة ولا معالم اللي هي عباره عن خليه اسمها سبرماتين، احول من شكلها واحولها لحاجه اسمها سبرم اللي هو اسمه سبرماتوزوم. اللي هو اسمه الثاني ايه؟ سبرماتوزوم. يبقى يا جماعه يجي يقول لك النو ديفيجن اوف ذا ام سي كيو. مفيش ديفيجن في السبرماتوزوم. ما هو ازاي حولناه
عنده كده. تشينجينج الشيء بدل ما كان كوره كده والسبرم هيبقى كوره مكعوره كده، لا لا ما نخليه ايه؟ في شكل كده جميل وامور ونحول حاجه اسمها سبرمات وايه؟ اسمي تغير في الشكل مورفولوجي. مورفولوجي يعني شكل، بيسموها هناخدها حتى لو ما خدناهاش دلوقتي هنسميها بعد كده ميتامورفوزس، اللي هي العمليه اللي مكتوبه عندك دي سبرميوجينيسيس. يعني ايه كلمه سبرميوجينيسيس؟ تغير في الشكل. يعني ايه سبرميوجينيسيس؟ تغير في الشكل. خلاص تغير في الايه؟ في الشكل. طب يبقى كده ده السبرماتيك. ما هو استيعاب الحاجه اخدها السبرماتيزوم. شكلها ايه السبرم ده؟ اولا السبرم ده قال له طوله عشان اهبط. السبرم معمول من ايه؟ طوله الاول 55 ب 60 مايكرو. شوف اصلا ربنا السبرم ده جبناه منين؟ من حاجه اسمها سبرماتيك كانت فيها 7-8 مايكرو. حولناه لحاجه طويله قد ايه؟ 60 مايكرو. ايه؟ 55 60 مايكرو. اوكي؟ معمول من ايه السبير؟ هيد راس وديل. دي راس وديل. دي راس وايه؟ وديل. يبقى السبير معمول من ايه؟ من راس وديل. تمام؟ طيب الهيد بتاع الديل يا جماعه والديل عايزين نعرف كل حاجه من دول مقاساتها ايه بالظبط او شكلها ايه؟ قال لك اولا الديل مش ديل وخلاص، الديل متقسم لاجزاء. نمبر 1 الحته الضيقه دي اسمها نك. يعني ليه رقبه؟ يعني تخيل السبرم ليه راس ورقبه وليه برنسبل ليه ميتد بيس. ميتد بيس وليه برنسبل بيس وليه اند بيس. يبقى الاسبرم ده معمول من ايه؟ راس وديل. والديل قسموه لايه؟ يعني تخيل ده راس وكل ده ديل. الديل عمل منه ايه؟ رقبه وميدل بيس وبرنسبل بيس واند بيس واند بيس. طب تعالى نمسكها كده، راس الاسبرم دي عباره عن ايه؟ الدماغ بتاعت الاسبرم هي فعلا دماغ، هي عباره عن نيوكليس. اللي هي كانت نيوكليس كانت طب تاني حاجه على النيوكليس من بره لابسه عليها طاقيه اسمها اكروزوم. يبقى الاحمر دي اسمها ايه؟ اكروزوم. واكرو يعني راس وسوما يعني بادي. البادي اللي على الراس او الحاجه اللي على الراس، الحاجه اللي حطها على الراس اسمها ايه؟ اكروزوم. الغطاء اللي على الراس اسمه ايه ده؟ اكروزوم. يبقى دي تمثل ايه في السبرم؟ هات الهدف السبرم قد ايه من طول السبرم؟ 5 مايكرو. طيب واحد يقول له هتعملي لي الرقبه بايه؟ لو دي كانت خليه كان جواها سنتريوز، الرقبه معموله بتو سنتريوز. بس بص كده لما هاجي ارسم التو سنتريوز هرسمهم متعامدين على بعض. كده بالشكل ده، هم واقفين في الرقبه كده، سنتريوز واقف كده والتاني واقف متلعبط في الرقبه. يبقى النك دي عباره عن ايه؟ الفيري شورت سيجمنت عباره عن 2 سنتريوز كده. عباره عن 2 سنتريوز. لو فاكر ايام زمان واحنا صغيرين كان السنتريول بيعمل حاجه اسمها فلاجيل. خلاص؟ طيب من السنتريول ده اللي واقف بالطول ابتدي اعمل الحته دي من الديل بتاع السبير. ابتدي اعمل حاجه اسمها لاجندر اكسونين اللي هو الخط الاسود اللي ده اسمه ده. لا يا جماعه شويه صوت عشان خلص. اللاجندر اكسونين ده عباره عن ايه؟ الخط الاسود ده لما جم يكبروه شويه لجندر اكسونين. لما جه كبروه لقوه عباره عن ايه ده تحت الميكروسكوب الالكتروني؟ 20 انبوبه دقيقه. خدناهم السنه اللي فاتت في تركيب السيلي. مرصوصين ازاي ال 20 انبوبه دول؟ خلاص 9 في 2 اسمهم مانتاسكس يعني 18 انبوبه. واثنين في السنتر يبقى كلهم توتال كام؟ 20 انبوبه. يبقى الفلاجيندر اكسونين ده معمول من ايه؟ ده هو نشأ من السنتريول ده وهو عباره عن مجموعه انابيب دقيقه.
سنجلت. في موجودين في السنتر اسمهم تو سنجلت. اسمهم ايه؟ تو سنجلت. اسمهم ايه دول؟ تو سنجلت. ويسموا ده فلاجندر اكسونيم. طيب لو بعد كده فلاجندر اكسونيم يجي حوالين شوية فايبرز تو سبورت ايه؟ اللي انا برسمها بالاحمر. اسمها سبورتنج فايبرز. لما نقوم من ايه دول؟ قالك لموهم من الخلية دي من السكيلتون بتاع الخلية. لموا شوية فايبرز وجابوها ووقفوها. عبارة عن ايه؟ زي الفيلمنت بتاعت الاكتين والمايوسين وحاجات زي كده. مني كونتراكتايل فيلمنت اكتين. طب وقفناهم كده حوالين تو سبورت. اسمها ايه دي؟ سبورتنج فايبرز. اسمها سبورتنج ايه؟ فايبرز. ويجينا في الحتة دي رحنا للميل ميتوكوندريا كتيرة من الخلية وقفناها كده في المكان ده اللي قلبص ده ايدي كلوزلي باكد ميتوكوندريا لدرجة ان عملت بيهم شيف يعني غلاف حوالين السبورتنج فايبر. رحت مسمية الجزء ده اللي هو تقريبا 5 مايكرون تانيين سميته ميدل بيس. يبقى لو جيت سألتك الميدل بيس معمولة من ايه وايه وايه وايه؟ نمبر 1 معمولة من فلاجيلر اكسونيم حواليها من بره سبورتنج فايبرز حواليها تاني ميتوكوندريا شيل. قال لك دي لو اتضربت السبرم اتضرب الحته دي. ليه؟ اصل السبرم والفلاجيل عشان يتحرك بيتحرك بالدين اللي اسمه الفلاجيل عشان يقدر يمشي يجري بسرعه يتحرك بالدين وما يعرفش يتحرك من غير طاقه والطاقه موجوده في الميتوكوندريا. فقال لك اللي عندهم abnormality في motility of the sperm الرجال اللي عندها عدد من السبرم كويس بس السبرم ما بيمشيش. في ناس عندهم كده في سبرم بس السبرم ما بيتحركش ساكت قاعد ساكت ليه ده؟ قال لك عشان عنده الحته دي مضروبه الميدل بيس اللي هي فيها الميتوكوندريا اللي بتدير الانرجي اللي يتحرك خلاص. طب عنده امل يخدم ولا ما عندوش امل؟ عنده. ازاي؟ artificial insemination يمشوا عليها يعملوا الطفل انا ياخدوا السبرم اللي مش عارف كيف بيبس ويقوموا عاملينه جوه الاوبر هيوصلوا لها في الاوبر بايدين وبعدين يقولوا له اقعد يبني واعملوا ايه؟ بيبي بس احسنتوا؟ خلاص يبقى ما اعرفش هو بياخد هو بياخد الانفلاميشن بتاعه من بره الجسم 48 ساعه بيقعد يحط لو جه بقى يكملوا بعد كده الانفلاميشن بتاعه
طب يبقى الحته اللي بعديها البريس البيس معموله من حاجتين بس، الخط الاسود اللي في النص اسمه فلاجيلر اكسونين. طب وحواليه الخطوط الحمراء من الجلاب اسمها ايه؟ سبورتنج فايبرز. عندنا بس. طب الاند بيس بتاعتنا، اند يعني النهايه، معموله بس من ايه؟ فلاجيلر اكسونين وحتى من غير سبورتنج فايبرز. يبقى كل مره عمال اعمل ايه بتاعتي؟ اشيل حاجه. الاول حطيت له ميتوكوندريا تشيز يديه بالطاقه، بعدين قلنا له يا ابني ما خلاص ما ماشي. شيل الميتوكوندريا تشيز وخليه تو ليجز بس. طب ونزلنا تحت يقول لي خليه بس ايه؟ ناقص حاجه واحده، هو مين اللي مغطي كل السبيرم ده بقى من بره؟ سيل ميمبرين. ده عليه سيل ميمبرين وجواه سايتوبلازم. واحد يقول لي ازاي؟ هو السبيرم دي سايتوبلازم؟ هو ده بس سيل. كان اصله خليه. طب يبقى لو جيت قلت لك كده السبرماتوس هو دي عباره عن ايه؟ تقول ايه؟ معموله من ايه؟ موديفايد سبرماتيك روتين. معمولة من هدم تاني، معمولة من ايه؟ هدم تاني. خلاص والحد عبارة عن ايه؟ يسمح لي حاجة اسمها ايه؟ اكروزوم. اسمها ايه البطل المطيع؟ اكروزوم. قد ايه الهد؟ 5 ملامة. 5. طيب ولو جيت بعد كده خدت حاجة اسمها ستيل، تنفع مين من الناس؟ الناس مالهاش مأساة. لأن فيري شورت سيجمنت، حاجة قصيرة قوي كده. مقصود في الرقبة. مقصود في الرقبة صح كده. خلاص يبقى العقد قصيرة قوي. فيها ايه؟ بيطلع فتاح. نعم؟ تو سنتريون. فيها ايه؟ طب الميدل بيس قد ايه؟ لا انا غلط. ميدل بيس 5 مايكرو عباره عن ثلاث حاجات من جوه لبره. فلاجيلر اكسونين، الاحمر سبورتنج فايبرز، الاخضر ميتوكوندريال جين. سبيرم موبيلتي ستيرم في الميدل بيس. طيب البرنسبل بيس قد ايه؟ 40 مايكرو عباره عن حاجتين سبورتنج فايبرز وفلاجيلر اكسونين. طب الاند بيس عباره عن ايه؟ من 5 ل 10 مايكرون عباره عن حاجه واحده بس اللي هي فلاجيلر ايه؟ اكسون. كل مره عماله اخسس السبيرم ايه؟ حته. اتفقنا؟ جه منين السبيرم ده؟ من حاجه اسمها سبيرماتين. انا هبتدي دلوقتي اخد بس الحته اللي بعديها دي يعني ايه؟ مش هكملها زي ما قلت امبارح. خلاص؟ لو انا دلوقتي جيت سالت سؤال مهم، قلت لك عايزين نعمل سبيرم، تقول لي نعمله ازاي؟ من الاول خالص. Primary spermatocyte, secondary spermatocyte, secondary spermatocyte. عشان اول حاجه فيها سبرمات وما يجوش انقسام الخلايا من اول جونيا اب تو سبرماتين اسمها سبرماتو سايتو جينيسيس. خلي بالك جدا فيها كلمه سايتو عشان تتجنب. اه كده فيها كلمه سايتو يعني خلايا. تحول السبرماتين تحوله ازاي؟ شكل بدون انقسام. نفس اسميه اسبيريمنت. يبقى يجي لك في الامتحان كده سؤال ممكن يجي لوحده. ديسكاس اسبيرماتوجينيسيس ولا سبرماتوسايتوجينيسيس ولا سبرميوجينيسيس. اول ما تكتب السؤال ده فرق التحليل تلاقي كل العيال بلاك يعني عايزه مين؟ تقول لهم هنحولوه ازاي؟ تقول لها يعني مين بالظبط؟ يعني نكتب مين؟ من اول ال ولا تقول له ابدا السؤال؟ لا ما انا مش فاهم. مش فاهم ليه؟ قالت سبرماتوجينيسيس وسكتت يبقى عايزه كله. قالت سبرميوجينيسيس يبقى عايز يحول السبرماتين ازاي لسبرم؟ اللي هناخدها المره اللي جايه. طب قالت سبرماتوسايتوجينيسيس يعني عايزه تشرح لها من اول السبرماتوجونيا اللي خدناها النهارده لحد كلمه السبرماتين اللي خدناها النهارده. كل خليه كان شكلها ايه؟ وانقسمت ازاي؟ وبايه؟ وجواها كام كروموسوم؟ طب لو قالت لك كله، طب في سؤال بيجي كده في الامتحان؟ طب المهم بقى ده المهم الامتحان ده السؤال ده يجي ممكن مع السيمينيفرس ديبيوت. تقول لك ديسكاس سيمينيفرس ديبيوت اسمه ماتيو جينيسيس. يا بس انا خلصت كده.
جدا اسبرمات وجينيسيس تستخدم نفس التبيوت ان شور ذا كام شور ذا كام ان شور ذا كام يعني ان شور ذا كام الاسبرمات وجينيسيس يعني ان تستخدم لا تستخدم ده يبقى السؤال اللي هنقول المره الجايه لسه السؤال كده هو بيجي على راسي احتمالية بجيو احتمالية بجيو مهم ولا مش مهم احتمالية بجيو تكراره كتير